ميدانية متتالية يقوم بها رئيس الجمهورية قيس سعيد، مشى مصنع الفولاذ، مصنع السكر، مصنع الحليب، دب النقل، وآخرها الديوان التونسي للتجارة. وفي كل بلاصة يمشي لها يتحدث عن ملف كبير يتعلق بالفساد. شنو رأيك؟ والله الفساد بالنسبة لتونس متفحل فيها أكثر، سرطان درجة ثالثة بالنسبة للفساد. وقيس سعيد إذا كان هو ما عندوش اللي يسكون ينوبوا، إذا كان هو كل يوم سلام عليكم هاني معمل الفولاذ، هاني معمل الحليب، هاني مالاش قاعدين يعملوا جماعة. نظف يا صديقي، يا قيس سعيد نظف، نظف لنا الجراثيم هذه نحاها، قاعدين يعاكلوا فيه السيد هذايا، هو يحب يخدم الجماعة هذه كل قاعدة تتنقص فيه. شنو كل يوم ماشي، خلي هبط قيس سعيد ويعمل موتور كل يوم وهو ماشي موبيلات، سلام عليكم هذا معمل الكشكسي، هذا معمل الفولاذ، هذا دمار شامل. هذا كله جرى في العشرية السوداء اللي هما دمروا البلاد، دمروا التعليم ودمروا الصحة ودمروا النقل ودمروا العباد ودمروا كل ما تتصوروا في البلاد. كنا لباس علينا، جات الجراثيم هذه الفتاكة خلات الدنيا. لذا يا سيد الرئيس أعمل وزارة صحاح، ناس صحيحة، وحاسب بالمحاسبة. بالتو ما لينا حتى أي ريزولتا على التيران، لأنه المجتمع نحن سكليروزي، وقت واحد يضربوا السكليروز يفو أمبوتي، يفو أمبوتي، يفو أفوار لو كوراج، نقولوا ونفعلوا، فهمتني؟ ما فماش هذه، فما داكوردو، نحن مش باش ندخلوا في العباد معناها بور اون طون كاكوزاتور، مي يفو اتر براتيك و باسي اليكزارسيس. يعني المحاسبة ما فماش ولا بطيئة كمان؟ في المحاسبة بطيئة، قلت لك مجتمع سايي سايي، ضربوا سكليروس، ضربوا معناها صعيب تصور أنت كيف باش تدخل. نحن الكل كومبليزون مع بعضنا، كومبليزون. منين باش تبدا؟ منين باش شكون باش تحاسب وشكون باش تسيب؟ من اللوطة للفوق. اللي عملوا قيس سعيد ما عملوش النظام السابق، وما عملوش حتى الزين، ما تجرأش وما وقفش، اللي وقف فيهم هو توا. يرحم مالدين مالديه، ان شاء الله نخليه يخدم، وانا متفائله لتونس، وان شاء الله بقدره ربي معنا كان الخير بحول الله، وان شاء الله يعاودوا يصوتوا له ويقعد هو. ما نشوفوا في محاسبه، نضحكوا معناتها سيريو، معناها ما فماش نتائج، نحبوا النتائج احنا. ابريتو الناس اللي سرقت ما حسناش بها، ما احنا بشدوا راهو الحبس وما يجيبوا شيء، حبوهم حتى مساج حتى كيبدوا لبرا ويمدوا ياخذوا يرجعوا الفلوس ينهبوها، ما هيش مشكلة، احنا حاجتنا بالاقتصاد يقف. لا ثم سكر، لا ثم حليب، وما ثم حتى شيء. نمشيو بالصف، الخبز بالصف، معناه ما ثماش حاجة ما غير بالصف. كي كنا قبل كنا مصلي على النبي كل شيء موجود، وتوا هو كي قال السيد الرئيس قال راو الحليب موجود وثم بالبركة. هوين ولا لا رينا المعمل هبطت، ولا رينا الحليب كيما الناس قاعدة، ولا رينا حتى شيء، قاعدين احنا هابطين طايحين ليس طالعين. معناها خيتي اش باش نقول لك، والدنيا غليت. ابسط الحاجات الفلفل، فلفل ب 3000، البطاطا ب 2500، المعدنوس ملي كان 200 فرنك توا ولا ب 900. ابسط الحاجات يعني، شوف بعد الشاكل وين يبغوا الخضره. الخضره تجي باش تاخذ السبناخ تقول لك ب 6000، عاد ياسر. زياره متاخره هذه ينجم يصير، حتى ما غير ما نعمل لهم زيار، ما غير ما نعرف اللي فما فساد، شنو ما غير ما نعمل لهم زيار، ما تطور حتى شيء، ما تقدم حتى شيء، شنو مش عربي واقع هذه، ما غير ما نعمل لهم زياره، نعرف اللي ماهمش يخدموا، ماهمش يخدموا في خدمتهم، نحي فساد، ما نعرفش فساد هذيك الاعمال البنيات يفسد، ماهمش يعملوا حتى شيء. وين المواد الاساسيه؟ نعانيوا راه الشعب كامل عاني. الناس كل تعاني، راه الاغنياء يعانيوا والفقراء يعانيوا، ولينا مشكلتنا نقوموا ما نخدموش، نمشيو للخدمه شو نفكروا وينو الزيت وينو السكر وينو نشدوا الصف على الكوشه، ماناش نتقدموا هكا، ولادنا ماهيش تقدم وماناش نعملوا حتى شيء. البرلمان منحل وجماعه قاعده تخلص، شنو قاعد يعمل غادي؟ يخلص من ظهري انا كمواطن زولي. شنو هو اللي قاعد يعمل؟ ماك حليتو انت البرلمان وحطيتهم في الحبس، الحبس راهو شويه عليهم، صادره لهم اموالهم ولد ولدو، انا نصادر واش عنده نفكه له؟ حاتوا لي في الحبس غاديك راقد، شنو حوالك انت؟ شنو برنامجك؟ شنو منفوعي انا منه؟ انت ماك المره قلت كل يوم تخلصوا في 57 دولار على المربوط،
هذا ما ياكل مش 57، هما عبارة في وتلة، هو سارق لازم نحطوه مع الطبقة اللي هي سراق. شنو اللي فيه؟ شنو انت ماك سارق انت؟ المواطن الزوايا تحط فيه 120 وتحط له وحدة قصرية وحده، وتحط له فهمت تلفزة، وتحط له زيت، تاك مشيخ وصعايبي انت. يحطني انا في الحبس وعمل لي هكاك، بجاه ربي يحطني، بجاه ربي يهزوني. لذا يا سيد الرئيس حل عينيك بالكبير وهم المحاسبة، وحط ناس أكفاء اللي هم يقوموا بالواجب. هيا هتلها انت برا هز كل يوم وانت ماشي المعمل، ما نوصلوا حتى لأي نتيجة وماشيين بالتوالي. إذا كان هكايف ابني ولا رئيس دولة كل يوم وسلام عليكم من جاي، رانا ما نوصلوا حتى النتيجة وما ننجحوش. والله لو كان يجي ألف قيس سعيد مش بشيخ في الاقتصاد، هما في الحبس راه فهمتني. زي ما برشا دول راه عملت المصالحه معناها فهمت. يعني انت مع الصلح الجزائي ديجا؟ اي 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 في اوكرانيا الرئيس نتاعها هذا اول مشهد، ما ديجا الرئيس اللي قبله كان عنده برشا ملفات فساد، تمت المصالحه وما شدش حتى نهار حبس معناها، والثروه اللي كونها معناتها استثمرها في الدوله. إيه يعطينا الفلوس، احنا ما حشناش بهم في الحبس، يجيو في الحبس شنو يصرفوا علينا وكلوه وزيدوا ربحنا. يقول القائل علاش الفساد هذايا استشرى في بلادنا طبعا وخاصة بعد الثورة بالحجم الكبير هذايا، لأنه رئيس الجمهورية في كل وين يمشي معناتها يحكي على فساد كبير برشا. باهي هو ربي سبحانه قال كيفاش قال لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وما احنا مانيش نمشي نشوفوا جو نقولوا راهو فلان فاسد. هو الشعب معناها كمجتمع ولت عنده ثقافة متاع ثقافة 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 عايش يقولك ثقافة. دونك انت كي تجي تقول الجعالة مثلا، هي جعالة، هي رشوة، احنا نقولوا عليها قهوة فهمتني، احنا نقولوا عليها فرحة فرح بيا فهمتني، عطينا وحاجات باهية قهوة معناها حاجة باهية فهمت، معناها نزينوا فيها. اذا كان وصلنا نزينوا في الرشوة معناها هذه ثقافة عنا ولد فهمت. هذاك علاش احنا معناها مشكلة باش تستفحل وما زلتش تزيد تستفحل إذا كان ما تمش ردعها فهمتني. ردعها معناها شنية؟ ردعها مش راهو بالحبس وكهو، راه ثم قرارات ردعية، ثم أمور معناها اللي تخلي الشعب معناها والمواطن التونسي ما يبدش يديه معناتها يعطي رشوة. تو واحد كيما مواطن يمشي يمشي للإدارة التونسية، الإدارة نتاعو فهمتني اللي هي السيرفيس نتاعها معناتها موانزان مش حتى في الصفر، يزم يقول لك انا لازمني نعطي انا كجعاله ولا كالرشوه ولا كالقهوه هذيك باش نقضي. كان جات سيرفيس باهي حد ما يمد حاجه معناها، شكون يمد يحب يمد فلوس معناها؟ كان فهمت، كان جات ثما سيرفيس باهي في البلاد، ثما وعي، ثما حملات توعويه. قبل كانت عندنا حملات توعويه، كانت عندنا حتى اشهار في بيبليسيتي فهمتني في التلفزه معناها فهمتني، مش لينا نحن، احنا صحيح ينفع العقار وما يفسده وده، اما جينيراسيون صغيره اللي قاعده تطلع كي تتفرج وتشوف ما تكبر. تقبل كانوا عاملين لبيب وما نعرفش شنيا، توا لا عنا لا لبيب لا حبيب عنا، كانوا فهمتني الجعاله وكذا ونشوفوا حاجه باهيه ولت حاجه معناتها لازم واجبه باش تقضي قضيتك لازمك تجعل هذيك، هي باش تدخل تخدم لازمك تجعل، باش تخرج لبرا انت باش تهجم البلاد لازمك تجعل، في كل حاجه لازمك تدفع معناها. هذيك علاش كان الحكايه هذه راه ماشي باش تنحى في الليله ونهار، يحب لها عقود هذي راه باش نحو فكر. احنا ثم راهو مجتمعات ما عندهاش الفكر نتاع الفساد جمله، لانهم عندهم الحس معناها نتاع الوطنيه ويحبوا بلادهم، ويقول لك انا بلادي باش نسرق بلادي انا كيفاش هذي هي اللي عايشتني هي اللي توكل فيا هي اللي كذا. ما احنا ما عندناش العقليه هذي، ما نوصلوا لها كان من بعد عقود كي نبدو نصلحوا. تو تطبيق المحاسبه معناتها ثم المحاسبه اللي يتكلم عليها رئيس الجمهوريه موجوده على ارض الواقع، والا بطيئه والا ما فماش جمله رغم حجم الملفات اللي قاعده. حجم الملفات اللي ورهونا رئيس الدوله علنا في الوسائل الاعلام المرئيه والمسموعه يجي 450 دوسي، وين الجماعه؟ اذا كان انت خرجت الدوسيات هذيك يا سياده الرئيس حاسبنا اليوم قداش عنا قداش عنا، هل ترى ورتها لنا ومخزونه في الرفوف او اللي عاملهم انت مازال تابع للجماعه نتاع النهضه وجماعتهم الكل هما غاديك مخبين الملفات؟ اجبد الملفات، اجبد المحاسبه، احنا كشعب نحبوا المحاسبه علنا، ما تحاسبنيش في تركينا، شكون قال انت مش تحاسبهم؟ حاسبنا قدام الخاص والعام. شبيه المواطن الزوال تحاسبه قدام الخاص والعام؟ تحطوه في الحبس. اش معناه؟ يا سيدي احنا حاجتنا بالمحاسبه. وعلنا في وسائل الاعلام المرئيه
هذا ايش نحبوا من سيادتك سياده الرئيس ويزين ما 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 ما, 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 ما الدوسيات بطيئه برشا قاعد تمشي في عقل عقلها ازربونا شوي نحبوا قبل ما نموت نحب نشوف الجماعه هذوما السراق نحب نشوفهم انا باش نموت اعطيني خلينا نشوفهم في الحبس هذون تشبيك على كبك يهز واحد باكو فمي سكر ولا يهز حك سردين المخزن تزول الحبس وتوروه والشرطة ده يتصور فيه طبت فيه على الفيسبوكات هاو سارق وهذا ايش بيهم توريهوش لا ايش بيهم بجل هو تعرف اسمه وحده مين نجمش يعمل حد شيء وحده هو نظيف نعرفوه نحن نظيف اما يزمو ناس اخرين نظاف يد واحدة ما تصفقش راه يد واحدة ما تصفقش سيد الرئيس يزم اللي دايرين بيك نظاف اللي دايرين بيك يحبوا يقوموا يخدموا على رويحه ان شاء الله ربي يقويها عليهم هو قاعد بالصحيح ينحي في الفساد يده نظيفه ما قلناش لي ان شاء الله يا ربي تقويه على من يعديه ان شاء الله ربي يقويه وينحي الفساد وينحي هذه كله وهو راه قاعد يخدم انا الرافيه يخدموا جدي ان شاء الله يا ربي يقويه هذا ما ندعي له تطبيق المحاسبه ممكن نجموا نطبقوا المحاسبه نطبقوا القانون اكيد نطبقوا المحاسبه ونطبقوا القانون ونطبقوا الفساد هو على شنو قاعد يطبق فيها المحاسبه مو على الفساد ان شاء الله ربي يقويها عليه كمواطن تونسي تطالب بالمحاسبه خاصه على مستوى حجم وثقل الملفات والقضايا هذه نتاع نتاع الفساد تطالب تعنيك المحاسبه اللي يثبت عليه هاي اللي يثبت عليه هاي ما نظلموش العباد ما نظلموش العباد خاطر نتعاقبوا عند ربي اما اللي يثبت عليه يتعاقب عمل لي خلص عملتي خلص بالطبيعه في البيئه يا موت شديت وكا يخلص على روحه وان شاء الله تونس تنجح لوليداتنا نحن تجمع كانت تونس عظيمه كنا نحبوها برشا كنت نحب تونس اكثر حاجه وقت النشيد الوطني تونس تلعب فريق قومي لحمي قشعر ونحب بلادي على الاخ كرهونا فيها كرهونا فيها شتصف على الخبز فمي السكر فمي الزيت